السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله نكمل الثيرويد جلاند. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الثيرويد، اتكلمنا عن شكل الثيرويد، اتكلمنا فكرة عن الهيستولوجي والسينثيسيس اوف ثيرويد هرمون، اتكلمنا كمان عن الفانكشن اوف ثيرويد هرمونز، واتكلمنا عن الكنترول اوف ثيرويد جلاند. النهاردة هتكلم عن حاجات مهمة جدا وهي ثيرويد ديس اوردرز، والديس اوردرز دي لها اهمية اكلينيكية كبيرة جدا، بحيث ان احنا هو ده اللي احنا بنشوفه في الثيرويد على ارض الواقع. هنتعلم النهاردة ازاي نشخص الثيرويد ديس اوردرز، ازاي اشك فيها، ازاي كمان اتعامل معاها، وايه هو الاساس العلمي بتاع عملية التشخيص. طبعا احنا عندنا 3 هرمونات بيطلعوا من الثيرويد اساسيين جدا، اللي هما T3 T4 والTSH. هنعرف بنتعامل مع الحاجات دي ازاي. طبعا قلت لكم المرة اللي فاتت الثيرويد حاجة مهمة جدا، وهي تأتي رقم 2 في الاندوكراين جلاندز في الاهمية الاكلينيكية بعد البنكرياس، وهي شائعة جدا، واي خلل في الثيرويد بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الجسم، وبيعمل مشاكل في كل اعضاء الجسم تقريبا. فلازم نبقى فاهمين كويس جدا الثيرويد جلاند ديس اوردرز. نبدأ في البداية بالهايبو فانكشن. كالعادة زي اي غدة في عندك هايبو فانكشن وعندك هايبر فانكشن. في عندك بعد كده ان شاء الله هتدرس في الكلينيكال حاجة اسمها الثيرويد ديزيزز، امراض الثيرويد زي الثيرويدايتس والثيرويد تيومر وغيره، ولكن هنركز في المرحلة الحالية على الديس اوردرز بتاعت الهرمونات نفسها. ففي عندنا هايبو فانكشن وعندنا هايبر فانكشن، والهايبو فانكشن دايما يقول لك في عندنا حاجة اسمها برايمري هايبوثيرويديزم، وحاجة اسمها سكندري هايبوثيرويديزم، وحاجة اسمها تيرشري هايبوثيرويديزم. يا ترى كل واحدة من دول ايه؟ ويا ترى الاهم اكلينيكيا في الواقع هو ايه؟ احنا عندنا عشان نعرف القصة دي بسرعة كده، هنبص على حاجة اسمها هايبوسلامو بتويتري ثيرويد اكسس. بص على الاكسس اللي قدامك ده، عندك المفروض ان التي 3 وتي 4 اللي بيفرزوا دول بادئين من فوق خالص من الهايبوثالاموس، بتفرز ثايروتروبين ريليزنج هرمون، بعد كده يشتغل على البيتويتري جلاند. الثايروتروبين ده طبعا مقصود بيه تي اس اتش، يطلع من البيتويتري جلاند ثايروتروبين اللي هو تي اس اتش، بعد كده التي اس اتش يشتغل على الثايرويد يطلع لي منها تي 3 ان تي 4 اللي هو تراي ايودو ثايرونين وتترا ايودو ثايرونين. طيب هايبوثيرويديزم معناها انك ما تلاقيش عندك لا تي 3 ولا تي 4، تلاقيهم دايما قليلين في الدم. طب يا ترى الخلل فين؟ هل الخلل في الثيرويد؟ يعني عندك ديفكت في الانزيمز اللي بتصنع الثيرويد هرمون، واهمهم طبعا البيروكسيديز انزيم اللي هو مسؤول عن الثلاث خطوات اللي في الاخر، هم 4 خطوات، اخر 3 خطوات اللي هم الاوكسيديشن والايودينيشن اوف تيروزين والكابلنج، الثلاثه دول محتاجين بيروكسيديز. هل البيروكسيديز ده مش موجود او مش شغال؟ لو الخلل في الانزيم ده جوه الثيرويد نقول على الحاله دي برايمري هايبوثيرويديزم، يعني الهايبوثالاموس عامله اللي عليها بتفرز تي ار اتش، والبيتويتري عامله اللي عليها بتفرز تي اس اتش، بس الثيرويد اللي ما بتفرزش دي نقول عليها برايمري هايبوثيرويديزم. دايما يا جماعه لما يبقى الخلل من الغده نفسها نقول عليه برايمري، لو الخلل من الغده اللي بتقودها نقول عليه سكندري، لو الخلل من الغده اللي بتقود الغده اللي بتقود الغده الثاني، يعني في عندك تسلسل كده 3 غدد، يبقى نقول عليه تيرشري. وقدامنا اهو المثال. لو عندك الخلل بقى في البتويتر هي اللي ما بتطلعش تي اس اتش، ده نقول عليه في الحاله ديت سكندري هايبوثيرويديزم، يعني البتويتر هي اللي ما بتطلعش تي اس اتش، وبالتالي الثيرويد مش هتطلع لا تي 3 ولا تي 4، فنقول على الحاله دي سكندري هايبوثيرويديزم، ودي نادره في الطب. في حاله بقى نادره اكتر واكتر ان الهايبوثالاموس تبقى ما بتفرزش تي ار اتش ثايروتروبين ريليزنج هرمون، فالحاله دي نقول عليها سكندري هايبوثايرويديزم، سكندري هايبوثايرويديزم. سوري، لو المشكله في الهايبوثالاموس نقول عليها تيرشري هايبوثايرويديزم. يبقى في عندك برايمري لو الخلل في الغده، سكندري لو الخلل في البيتويتري، تيرشري لو الخلل في الهايبوثالاموس. طيب في الحاله بقى في الواقع بقى يا جماعه على ارض الواقع، يا ترى البرايمري والسكندري والتيرشري بنفس الاهميه؟ لا، البرايمر هايبوثيرويديزم بتمثل معظم الحالات، واحنا بنتعامل مع حالات الهايبوثيرويديزم على انها برايمري كيسز حتى يثبت العكس. في
الهايبوثيروديزم بقى نبدأ نتكلم بالتفصيل. انت عندك هايبوثيروديزم في السن الصغير وعندك هايبوثيروديزم في السن الكبير. ونبدأ بالسن الصغير. الهايبوثيروديزم في الانفانت بنسميها كيراتينيزم، وفي الكبار نقول عليها ميكسيديما. ونبدأ بالكيراتينيزم. ده الشكل قدامكم، ده انفانتايل هايبوثيروديزم اللي هي يا جماعة كيراتينيزم. كيراتينيزم معناها هايبوثيروديزم في الانفانت. طبعا علامات واضحة قوي العلامات، يعني شوف كده يا جماعة الشكل بيبقى مشوه، وطبعا في علامات كتير. دايما اعراض الهايبوثيروديزم تبدأ بعد 6 شهور. طيب ايه بقى حتة 6 شهور دي مهمة في ايه بقى؟ ركز معايا. لو الاعراض بتبان بعد 6 شهور، معنى كده ان الولد ممكن يبقى عنده هايبوثيروديزم واحنا مش عارفين والاعراض بتبان بعد 6 شهور. الخطورة بقى هي ان مع ظهور الاعراض، يعني عشان يبان عليه علامات الهايبوثيروديزم زي ما شفته في الصور كده، عشان الاعراض تبان بالشكل ده غالبا بيكون معاها منتال ريتارديشن ويتش از ايرريفرسبل. يعني الولد عشان ظهر عليه الاعراض حصل عنده درجة ما من التخلف العقلي لا تعالج. طيب علشان كده احنا ما ينفعش ننتظر يبقى في اعراض، لان هيبقى في تخلف عقلي. عشان كده كل اطفال العالم، وزي ما قلت في المحاضرة اللي فاتت، في خلال 2 أسبوع من الولادة بتعمل لهم الثيروكسين في الدم، وعلى طول بنعرف عندهم ولا ما عندهمش. حالات الكيراتينيزم بتبقى حالات كلها كونجينيتال، بيبقى عنده كونجينيتال ديفكت في البيروكسيديز انزيم، فما فيش تصنيع لتي 3 ولا تي 4 من اول ولادة. في هنا نقطة أخيرة، واحد يقول لك طب وهو ليه ما ظهرتش الأعراض إلا بعد سن 6 شهور؟ بص يا سيدي الموضوع بسيط، الطفل بيحصل على شوية ثيروكسين من المذرز ميلك، وعشان في أول 6 شهور هو جسمه لسه بسيط، شوية الثيروكسين دول بيكفوا جزء كبير من احتياجاته، بعد سن 6 شهور بيبدأ جسمه يزيد، وكمان الطفل بيحصل له حاجة اسمها وينينج اللي هو الفطام. الفطام ده إنك تبدأ الطفل يبدأ ياكل. ياكل مع الرضاعة، يعني فطام على فكرة في الطب يعني ياكل مع الرضاعة، مش ان هو نقطع رضاعة خالص. لما يبدأ ياكل الرضاعة ايه؟ تقل، وبالتالي الثيروكسين اللي بيجيله حتى من المذر بيقل، في الوقت اللي وزنه بيزيد تبدأ تزيد او تظهر الاعراض. الاعراض بتاعة الكيراتينيزم اول حاجة retardation of physical, mental and sexual growth، تخلف بدني ذهني جنسي. تخلف بدني كل علامات الفيزيكال جروس متأخرة، الأولاد اللي في سنه كلهم قعدوا وهو لسه ما قعدش، وقفوا وهو لسه ما وقفش، سننه وهو لسه ما سننش، الفونتانيلز عنده لسه ما قفلتش، كل حاجة متأخرة. منتلي مفيش ذكاء، الذكاء عنده متأخر، تيجي تبص تلاقي عنده التجاوب المجتمعي مع الناس، الكلام لانجوج عنده متأخرة. سيكشوال لو فضل بالشكل ده مهمل لسن البلوغ هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، عنده لو بيزل ميتابوليك ريت اند لو اكسجين كونسامشن، لان الثيروكسين زي ما قلنا قبل كده هو هرمون استهلاك الطاقه في الجسم. الجلد بتاعه بيبقى مميز جدا، في علامات يا جماعه موجوده في الجلد. اول حاجه الجلد هيبقى يلو. يلو ليه؟ عشان الكاروتينين. احنا قلنا الثيروكسين بيحول الكاروتينز لفيتامين اي، طب ما فيش ثيروكسين تفضل الكاروتينز زي ما هي فتدي لون اصفر في الجلد، ومفيش فيتامين اي فتبدا تظهر في الجلد علامات نقص فيتامين اي، فالجلد يبقى سكالي. سكالي يعني مقشر، والثيك يعني سميك، ويبقى في عنده سكانتي كورس هير، يعني الشعر اللي في الجلد قليل قوي وبيبقى سميك. فيشيال فيتشرز، العلامات اللي في الوجه، بتبقى الطفل ده طفل كئيب، بيقولوا عليه دال ابيرنس، مش زي الطفل اللي عنده دورفيزم يبقى سمارت كده وامور وجميل، لا ده بيبقى دال ابيرنس. اول حاجه شكله كده دال ابيرنس، بيبقى عنده ثيك لبس شفايف غليظه، عنده لارج تانج بسموها ماكروجلوسيا، عنده بافي ايليدز الجفون المنتفخه، يعني بيبقى شكله مشوه لدرجه كبيره، والبطن بتاعته طالعه لقدام بروتيوبرنت، وكمان عنده حاجه اسمها امبلايكال هيرنيا. بص المنظر، يعني المنظر بيبقى كئيب، بيقول لك على الطفل ده كريتن، وغالبا بيبقى شورت ستيتشر، بس شتان بينه وبين الشورت ستيتشر بتاعه الدورفيزم. دوارف اللي هو نقص جروس هرمون بيبقى صغير، بس ملامحه كلها متظبطة كأنك واحد صغرته كده. اما هنا بقى تشوهات في الوجه، وشوفوا البطن بتاعته عاملة ازاي، لارج ابدومن، وعنده كمان امبلايكال هيرنيا، وعنده مشاكل كتيرة جدا في الجلد، وعنده مشاكل ذهنية، وعنده مشاكل بدنية وغيره. نيجي بعد كده للميكسيديما. ما تنساش بس الكيراتينيزم علاجه هو انك اول ما نكتشفه نبدأ فورا نديله العلاج البديل اللي هو الثيروكسين، اللي هو ماده الثيروكسين،
وفي الماركت بيبقى اسمها التروكسين. الميكس دي ما بقى في الكبار يا اما برايمر يا اما سكندري يا اما تيرشري، بس اللي احنا بنشوفه في معظم الحالات هو يا جماعه برايمري. لما تلاقي هايبوثيرويديزم هي على الاغلب برايمري، انت ممكن لو حابب تتاكد تتاكد، بس معظم الحالات فوق 90% هي برايمري، فبنتعامل مع الحالات ان هي برايمري. الحالات السكندري او التيرشري بتبقى فيري رير. والاكسس احنا لسه قايلينه من شويه، هايبوثالاموس 0 ستار اتش ينشط البيتوتر يطلع تي اس اتش، ينشط الثايرويد يديك تي 3 انتي 4. الشكل ده برضو مهم جدا وهرجع له كمان شويه في الفيدباك وفي الجويتر. الميكسيديما علامتها ايه في الادلت؟ في الاردر ريتارديشن اوف اول منتال بروسيسز، كل العلامات الذهنيه عند الشخص متاخره، لاك اوف كونسنتريشن فقدان التركيز، سلو ثينكينج سلو ميموري، بور ريسبونس لونج ريفلكس، عنده نايم، عنده حاله من الخمول، عنده حاله من الكسل، حاله من الميل المستمر للنوم، يعني كل حاجه في جسمه كسلانه. فده الهايبوثيرويديز ده، انت لما الشخص ده يعني لما تلاقي حد عنده نايم وكسلان ومدوق ومفيش والكلام ده، كل ده يتعرض له شك على طول في الهايبوثيرويديز. بعد كده لو بيزل ميتابوليك ريت اند اوكسجين كونسومشن، معدل استهلاك الاكسجين بيبقى قليل، كمان بيبقى ويت جين. الشخص ده على فكره شهيته ضعيفه بس وزنه بيزيد لانه ما بيحرقش. كمان فيري سنسيتيف للكولد ويزر، يعني الجو البرد بيموته، تلاقي لابس تقيل ومجهز لبس للشتاء وملابس كل ده وبردان. ليه؟ انتاج الحراره في جسمه بيبقى قليل جدا، هو بيبقى ما يحبش ابدا فصل الشتاء، بالعكس يحب فصل الشتاء الصيف لان انتاج الحراره في جسمه بيبقى قليل. عنده برادي كارديا وعنده هايبوتنشن. طبعا هو كل حاجه كسلانه بما فيها الكارديو فاسكولار سيستم. الجلد بتاعه شبه الجلد بتاع الكريتن كده، بيبقى ثيك وبيبقى يلوش وبيبقى سكالي، ويبقى في كمان فيوس كانتي هير نتيجه برضو في انسجه بتتكون تحت الجلد بيقول عليها ميكزيماتس تيشو. طبعا بيبقى عنده انيميا برضو، فالجلد بيبقى ابيض او بيل شاحب في اماكن، في اماكن زي اللبس مثلا تلاقي الجلد بقى شاحب تمام نتيجه الانيميا، لان الثيروكسين بيزود تصنيع الار بي سيز، وطبعا هيبقى يلو في الجلد العادي هنا. طيب طبعا الجلد هيبقى يلو نتيجه الكاروتينيميا، تمام هتبقى ملحوظه في بعض الحالات. الجلد كمان هيبقى كولد، تحس ايده بردانه لان مفيش انتاج الحراره في الجسم، وبيبقى سكالي وبيبقى فيوس كانتي هير نتيجه الفيتامين اي ديفيشنسي. السيكشوال فانكشن طبعا احنا متفقين ان عشان يبقى عندك نورمال سيكشوال فانكشن لازم نورمال ثايرويد هرمون، لو زاد او قل يعمل لك ديس اوردرز. في الستات في المنستريشن والفيرتيليتي، وفي الميل يبقى عنده مشاكل في الفيرتيليتي وعنده مشكله في الاركشن اللي هو الانتصاب، فتلاقي الشخص ده عنده امبوتنس، فالشخص نقول عليه امبوتنت. طبعا ده شكل شخص عنده ميكسيديما. ما ننساش كمان يا جماعه العينين بتاعه الشخص ده بتبقى مميزه جدا، شوف هنا في الحاله ديت وشوف هنا في الحاله دي، بيبقى حاجه اسمها اي بافنس، وفي بعض الناس بيبقى فيه لوس اوف ذا اوتر ثيرد اوف ذا اي براو، يعني الحاجب هنا بقى الطرف بتاعه طاير شويه، وطبعا الانتفاخ الجفون اللي واضح قوي في الصوره هنا والصوره الثانيه برضو، ده من العلامات بتاعه الهايبوثيرويديزم. يعني العين بتاع المكسيديما لما تلاقي عيان جفونه مورمه على غير العاده، ممكن يبقى عنده حاجه من اتنين، يا اما عنده جنراليزد اديما فتبدا تدور عليها وعلى سببها، قد يكون مشاكل في القلب او الكلى او الكبد، او قد يكون عنده ميكسيديما. لازم على طول بنحلل التي اس اتش، وده اصبح تحليل روتيني وسهل ومتاح في اغلب الاحيان. نيجي للهايبرثيرويديزم. من الحاجات المهمه جدا في الطب يا جماعه، المحاضره بتاعت النهارده دي قيمه جدا، وهيتبعها ان شاء الله محاضرات اكلينيكيه زي ما اتفقنا. ان شاء الله تتابعوا معايا القناه باستمرار، وان شاء الله القناه دي تبقى منتدى علمي مهم جدا ان شاء الله نتقابل فيه ونطبق حالاتنا الاكلينيكيه، وان شاء الله يبقى فيه استفاده معظمه فيما بعد. برضو هايبرثيرويديزم، عندك الغده بتفرز تي 3 وتي 4 بكميه كبيره، قد يكون المشكله في الغده تبقى برايمري، قد تكون في البيتويتر نقول عليها سكندري، قد تكون في هايبوثالاموس بنقول عليها التيرشري، بس يا جماعه معظم الحالات بتبقى برايمري، السكندري ده شيء وارد بس وبيبقى رير. الهايبرثيرويديزم بيبقى الاعراض بتاعتها ايه؟ فالادق انك تقول هايبرثيرويديزم، هايبرثيرويديزم تشمل اي حاجه من دول، المهم عندك تي 3
تي 4 زايدين وعامله لك هايبر فانكشن، ده هايبر ثايرويدزم. الهايبر ثايرويدزم بقى ممكن انواع برايمري سكندري تيرشري، وحتى الانواع دي جواها انواع ثانيه زي ما اقول كمان شويه. الكلينيكال فيتشرز في عندك اكسس، اول حاجه اكسس نيرفسنس وايريتابيل. الشخص ده عكس بتاع الهايبوثايرويدزم، ده هناك كان كسول كسلان ونايم بور فليكس تايم والدنيا واقعه خالص معاه، ولاك اوف كونسنتريشن بور ميموري بور ثينكينج. اما هنا العكس، الشخص هنا بقى ايه، لا ده نشيط ومتوتر على طول واعصابه مشدوده نيرفس اريتابل وعنده تريمورز، عنده رعشه. تيجي على العيان تقول له يا حاج بص مد ايدك كده، تلاقي العيان قول له مد ايدك لقدام، قول له عندك رعشه، يمد ايده قول له مد ايدك كده، تلاقي ايده بتعمل كده. الرعشه البسيطه دي اسمها تريمورز، اسمها فاين تريمورز، وهي مميزه جدا في العيان اللي عنده هايبر ثيروديزم بسبب الايه؟ التوتر المستمر. فده الشخص العادي يمد ايده تبقى كده زي نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا ما عندناش حاجه، لكن لا بتعمل كده كده، ده اسمها فاين تريمورز، مميزه جدا. كمان عنده انسومنيا ارق، انكريز ذا ابيتايت. الشخص ده عنده الشهيه بتاعته زايده وبيخس، هو بياكل كتير وبيخس. ليه بياكل كتير؟ بياكل كتير بس بيحرق اكتر لان عنده الميتابوليك ريت عالي في الجسم كله. طبعا الجهاز الهضمي عنده برضه نشيط جدا، فعشان كده ممكن تلاقي عنده ضياريه، على عكس عيان المكسيدين ممكن يبقى عنده كونستيبيشن امساك، ده عنده ضياريه. انكريز بي ام ار اند اوكسجين كونسبشن، معدل استهلاك الاكسجين بيزيد في الجسم، وعشان كده جسمه بيخس بالرغم ان هو بياكل كتير. الحاجه الثانيه انتاج الحرارة في جسمه زايد، وعلشان كده الشخص ده عكس اللي هناك، الشخص ده انتوليرنت للهوت ويزر، لا يتحمل الجو الحار وبيفضل باستمرار الكولد ويزر. ده الشخص ده بتاع الهايبرثيروديزم عايز الشتاء، يحب الشتاء قوي. تلاقي لو لقيت واحد كده في الشتاء كلنا لابسين بلاطي ومتقلين، واحد لابس نص كم كده، فكر على طول ممكن يبقى عنده هايبرثيروديزم. الجلد برده مازال فيه علامات، بس علامات الهايبرثيروديزم اكتر. الجلد في الهايبرثيروديزم ما تنساش كان بيبقى يلوش في اماكن وبيل في اماكن، كان الجلد بيبقى سكالي وفي فيوس كانتي هير، ما تنساش الحاجات دي. الجلد هنا في الهايبرثيروديزم بيبقى وورم ومايس نتيجه العرق، والشعر بتاعه بيبقى فاين اند سيلكي، يعني سيلكي يعني عامل زي الحرير كده وفاين يعني ناعم خالص. الاوكيولار ساينز، العلامات اللي موجوده في العين في الهايبرثيروديزم، كان عندك في الهايبرثيروديزم قلنا حاجتين اللي هم اي بافنس، رقم 2 لوس اوف ايه ذا اوتر ثيرد اوف ذا اي براو. اول علامه هنا في الهايبرثيروديزم ستيرنج لوك، عيان بيبص لك كده مبرق فاتح عينيه على الاخر كده، اسمها ستيرنج لوك، نظره الدهشه. واحد بيبرق لك كده، لما يجي لك عيان بيبرق لك كده في العاده ما تتخضش، ده عيان عنده ربما يكون عنده هايبر ثيروديزم، لان دايما الهايبر ثيروديزم تعمل عنده حاله من السمباثيتك اوفر اكتيفيتي. ليد لاج، ليد لاج معناها انك الشخص ده عنده حركه الجفون متاخره. الشخص العادي يا جماعه لو جبت له قلم كده وقلت له او صباع كده قلت له خليك مع صباعي، اطلع مع صباعي، اطلع معايا، ينزل عادي كده، لان انت عندك العضلات سليمه. لكن الشخص ده صباعك اهوت نازل لسه بص فوق، يرجع يبص تحت، طب اطلع فوق يبص، دايما عنده اللي حركه الجفون بسبب ضعف عضلات الجفون تبقى عنده ليد لاج، يعني تاخر في حركه الانتين. ويكنس اوف كونفرجنس، المفروض الشخص العادي لما تجيب له حاجه في نص كده عينيه تضم كده حول كده تمام، لكن هو لا، الحركه دي ما بتتمش عنده. ليه؟ لان هو دي تمام، عنده العضلات بتاعت العينتين ضعيفه. كمان اكزوبسالموس اللي هو جحوظ العين، ده خطير جدا جحوظ العين ده، وخاصه في البنات، يعني بنت حصل لها هايبر ثيروديزم فبيبدا ياثر على شكلها وخاصه العينين، وعشان كده دايما يعني ممكن في السن الصغير بنلجا للحلول الجراحيه عشان نخلص القصه بتاعت الهايبر ثيروديزم، نظرا لتاثيرها على الشكل الجمالي بتاع الانسان. انفريكوينت بلينكينج، المفروض الانسان بيرمش كده على الاقل 3 مرات في الدقيقه، اقل حاجه خالص يعني تمام، لكن الشخص ده ما فيش عنده ما بيرمش كتير تمام. تاكي كارديا وكارديك اريزم، احنا قلنا الكارديو فاسكولار برده في نشاط زايد، حتى ان بيحصل عند الشخص ده ديس اوردر زي الاتريال فايبريشن، ضغطه دايما بيميل زياده خاصه السيستوليك. السيكشوال ديس اوردرز موجوده برضو سواء كان في الهايبر فانكشن او الهايبو فانكشن، ممكن شكلها بيختلف بس برضو في ديس اوردرز سواء هنا او هنا وفي الميل والفيميل. كده انا خلصت الهايبر فانكشن، هكلمكم شويه عن الجويتر، ده حاجه مهمه جدا في الثيرويد ولها امتداد مهم جدا في الكلينيكال، بس انا هركز على الفسيولوجيكال بيز اوف جويتر، يعني ايه جويتر وايه السبب. جويتر يا جماعه معناه انلارجمنت اوف ذا ثيرويد جلاند،
يعني ثايرويد كبيره يقول لك عليها جويتر. طب ايه سبب الجويتر؟ نبدا ندور بقى. ممكن يكون سبب الجويتر فيسيولوجيكال ديسفانكشن، او ممكن يبقى تيومرز، او ممكن يبقى سيمبل جويتر، او ممكن يبقى حاجات تانية. نبص على الاسباب، له اشكال مختلفه ما شاء الله. الافارقه دايما متميزين في كل حاجه. ده جويتر محترم جدا، والبنت دي عندها جويتر برضو، الست دي عندها جويتر جبار اهو. طبعا الحاجات دي كانت موجوده زمان وموجوده في بقات، لكن الرعايه الصحيه لما انتشرت في العالم كله في كل الدول بما فيها دولنا العربيه، ان شاء الله الحاجات دي ما عدناش بنشوفها كتير. ايه بقى اللي يعمل لك جويتر؟ بص يا سيدي، هو الهرمون، هرمون النمو بتاع الثايرويد جلاند هو التي اس اتش. لو رجعت للمحاضرات ورا كنا اقول لك ان جروث هرمون بيتحكم في الجلاندز كلها ما عدا الثايرويد جلاند، وما عدا البيتويتري جلاند، وما عدا البنكرياس، تمام، وما عدا الادرينال. الحاجات دي بيبقى لها جروث هرمونز بتاعتها، تمام. طيب الجروث هرمون بتاع الثايرويد تي اس اتش، اي حاجه تزود التي اس اتش تزود السايز اوف ذا جلاند، تمام. بص يا سيدي، عندك جويتروجينز. اول سبب جويتروجينز هي عباره عن ماتيريالز لما الانسان بياخدها بتعمل بلوك للسينثيسز اوف تي 3 انتي 4، لانها الادويه دي بتعمل انهيبيشن للبيروكسيديز انزيم، تمام، زي ماده اسمها سايوسينيتس او مركبات الثايوكربامايدز. تعرفين طبعا مشتقات الثايوكربامايدز دي احنا عاملين دواء منها اسمه كارب مازول، اللي هو علاج الايه الهايبرثيرويديزم الاساسي. فلو الانسان تناول الحاجات دي وبتبقى موجوده في مأكولات، اشهر المأكولات اللي فيها الجويتروجينز اللي هو الكابج اللي هو الكرومب يعني، بس لازم الانسان ياكل كميات كبيره من الكرومب عشان يظهر عنده الاعراض دي، تمام. فلما بياكل كميات كبيره من الكابج دي بتبقى موجوده في الانيمالز في حين كتيره وفي اليومن، ده يؤدي الى نقص تصنيع تي 3 وتي 4. لما يقل التي 3 والتي 4 حسب الفيدباك ميكانيزم اللي انا هشرحها ان شاء الله في محاضره لاحقه مستقله، مفيش تي 3 وتي 4 على طول يزيد افراز التي ار اتش، ومما يؤدي الى زياده افراز التي اس اتش. التي اس اتش يحاول يزود التي 3 والتي 4 ما يزيدوش، فيفضل التي اس اتش في حاله زياده مستمره. الزياده المستمره في التي اس اتش تؤدي الى انكريز ذا سايز اوف ذا جلاند. يعني انت خلي بالك دايما التي اس اتش له تو اكشنز اساسيين جدا. اول حاجه تو انكريز ذا سايز اوف ذا جلاند، رقم 2 تو انكريز ريليز اوف تي 3 اند تي 4. لو في حاجه معطله تي 3 وتي 4 السايز هو اللي بيزيد بس. بنفس الفكره لو في ايودين ديفيشنسي، في نقص في اليود، في نقص في اليود ما بتصنعش لا تي 3 ولا تي 4. حسب الفيدباك يزيد التي ار اتش ويزيد التي اس اتش ويزيد السايز. في مرض شهير اللي هو جريفز ديزيز. جريفز ديزيز احنا كنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، وقلنا يبقى في عندك ابنورمال ليمفوسايتس عماله تفرز كميات كبيره جدا من ماده اسمها تي اس اي، ثايرويد ستيميليتنج اميونوجلوبولين، عمال ينشط الثايرويد، فعمال يضخ لك تي 3 وتي 4 ويزود الحجم بتاع الغده. جريفز ديزيز على فكره هو اشهر اسباب الهايبرثيرويديزم. يعني لما تلاقي شخص عنده هايبرثيرويديزم هي جريفز ديزيز انتل بروفد اذروايز. يعني الشكل الاساسي للهايبرثيرويديزم ان هي تبقى برايمري، والشكل الاساسي للبرايمري ان هي تبقى جريفز ديزيز، تمام. ده الشكل الاساسي طبعا هيبقى معاه درجه ما من الجويتر. في جويتر بقى نوديولار جويتر. نوديولار جويتر ده جويتر ومعاه نورمال ثايرويد فانكشن، يعني التي اس اتش يبقى نورمال، مش لازم التي اس اتش يبقى ديستربد مع الجويتر. لما تلاقي الغده كبيره والتي اس اتش نورمال، بنعمل أشعة سونار على الغدة الدرقية، الترا ساوند، ثايرويد الترا ساوند أو نيك الترا ساوند، يقول لك الغدة كبيرة وفيها عقد كده ونودز يعني وسيستس وغيره، يقول لك ده سمبل نوديال جوردر، يعني الغدة كبيرة بس الوظيفة طبيعية. وطالما الجويتر ده مش ضاغط على الأعضاء المحيطة والشخص بيتنفس ومرتاح، ممكن ما محتاجش أي تدخلات لا علاجية ولا جراحية. فيسيولوجيكال جويتر، ده الجويتر اللي ممكن بيحصل عند الإنسان يا جماعة في مراحل بعض المراحل في عمره، زي مرحله البيوبرتي وزي كمان اثناء البريجنسي. مهم جدا ان احنا نفهم الثايرويد جلاند ايا كان تخصصاتنا بعد كده. انت قوتك كدكتور في ممارسه الطب تعتمد على فهمك للحاجات الاساسيه دي. هنفضل ناخد حاجات جديده طول عمرنا، اللي بيفرق يا جماعه واحد عن واحد هو فهمه للحاجات السو بيزك دي زي الثايرويد جلاند. ان شاء الله في محاضره برده متبقيه لها علاقه بالثايرويد اللي هي فيدباك كنترول ميكانيزمز، هي لها علاقه بالثيرويد ولها علاقه بالغدد الثانيه، ان شاء الله في الفتره اللي جايه نقولها. اشوفكم على خير والى اللقاء.